تسعى مصر واليونان إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين القاهرة وأثينا. وفي ظل علاقات متميزة تجمع بين البلدين الصديقين، تسعى الدولتان لمواجهة التحديات المشتركة والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. تتمتع مصر واليونان بعلاقات تاريخية ضاربة في الجذور، فمن خلال وقوع البلدين في ذات النطاق الجغرافي بحوض البحر الأبيض المتوسط، تتشارك القاهرة وأثينا الاهتمامات والتحديات التي تفرض نفسها على سياسة البلدين ومصالح شعبيهما. وخلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة متميزة على مختلف الأصعدة، وبالتزامن مع تعزيز مجالات التعاون المشترك بينهما، لا تكاد تمر قمة أو لقاء رفيع المستوى بين الجانبين دون أن يتم التطرق إلى التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو الإطار الذي تبذل فيه مصر جهودا كبيرة أسفرت عن عدم انطلاق أي قارب للهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر من عام 2016، فضلا عن البحث في سبل التعامل المشترك في مجال الطاقة. وإلى جانب الهجرة غير الشرعية، يؤكد الجانبان بشكل دائم على أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهما بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلب تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي. التوجه المتنامي للدولتين نحو تعزيز العلاقات وتنسيق الرؤى ووجهات النظر يشمل أيضا توحيد المواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية، والذي تتفق في إطاره القاهرة وأثينا على أهمية التوصل إلى حل سياسي ليبي بما يحفظ سيادة البلاد ويحفظ مقدراتها لصالح الشعب الليبي. كما يتباحث الجانبان بشكل مكثف حول القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان في إطار من السعي لتقليل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.